الحمد والشكر لله، أرفع أكف الضراعة من هذه القضية أن يجازم الجمعية على رأسها سيدنا الكريم على هذه المحطة، أنا أسميها محطة استراتيجية، محطة عقلانية، محطة تدعونا إلى التأمل ومراجعة المسيرة الكونية للإنسان. وأنا دوما في خطابي ليس بخطاب موجه للمسلمين، وإنما هو عبارة عن خطاب كوني، أي بمعنى أصح موجه للعالمين. ما أقوله الآن هنا أقوله في فرنسا، أقوله في أمريكا، أقوله في الشرق، أقوله في أي مكان كنت موجود فيه. فإذا هو خطاب مفتوح، ليس عليه إتيكيت، ليس عليه بطاقة هوية. لماذا؟ لأنني أعتبر الإنسان وإنسان واحد، انطلاقته كانت وحيدة وواحدة، وحيدة وواحدة، ربما نقول وحيدة وواحدة مثل بعضهم، لا. فإذا أين يكمن الخلل؟ يكمن الخلل في مرحلة معينة. قد نضع هذه الأشياء، أنا سأعطي كما ذكر الأستاذ كريم، سأعطي ومضات ولا أدخل في التفاصيل، أتمنى أن نتناقش في هذه الومضات. إذن أولا، الإنسان مسلم، يهودي، نصراني، ملحد، غير ملحد، معتدل، متطرف، أي شيء، أعتبره إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هذا، أتركها للمناقشة. فإذا هذا هو عبارة عن الخطاب الذي أوجهه. فإذا ليس هو خطاب زمكاني معين، وإنما هو خطاب مفتوح له مساحة شاسعة تمتد في الآفاق. لا أقول تمتد في لانفيني، لأن لانفيني سنكزيست با، سنة با تسونس. المو انفيني نبا تسونس. يمكننا أن نناقش كذلك هذا الموضوع. إذا ما هو الموضوع الذي سنتطرق له اليوم إن شاء الله في هذه اللحظات البسيطة؟ وهو هذا العنوان. وطبعاً هذا العنوان هو عنوان كبير وكبير جداً، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أدوات، يحتاج إلى قراءة عقلانية، يحتاج إلى تدبر، يحتاج إلى تحليل، يحتاج إلى إقامة الدليل على البرهان، ثم إعادة النتائج المحصل عليها، ثم يحتاج إلى تجارب تطبيقية صالحة في الزمكان الإنساني. ملخصة في هل نتجاوز عن صفة عابرة. لا أدخل في هذا، كما تلاحظون هذه المجموعة الشمسية بعيدة وكبيرة جدا علينا. الآن أبدأ بهذا اللقاء الكريم وأطرح السؤال. طيب، أنت هل أتيت إلى هنا عن طريق الصدفة؟ إذا كان لك برنامج، هل لك كان برنامج أم تفكير أم ماذا؟ والبرنامج، داخل هذا البرنامج ما هي العناصر الموجودة فيه؟ أيوة، هل هناك شخص جاء لهذه القاعة عن طريق الصدفة؟ ومن قال، لنفرض بأن قال جئت عن طريق الصدفة، أقول له تقول جئت عن طريق الصدفة لأنك لم تستطع أن تشرح ولم تتعلم ميكانيزمات الإنسان في العقل الباطني لكي يصل به إلى هذه المنطقة. فقلت جئت عن طريق الصدفة. مثل قضية ديال لما نقول لشخص في الليل ماذا تنظر في هذا
في هذه السماء السوداء؟ يقول لنا ماذا؟ ما فيها شيء، ما فيها حاجة، ظلام. هل هناك ظلام؟ هذا هو السؤال. فإذا لماذا؟ لأن ليست لديه الإمكانيات لكي يشرح ولكي يبصر، لا أقول لكي ينظر، لأن النظر لا يعطي شيئا مهما بالنسبة للإنسان، ولكن لكي يبصر، لكي يبصر غير لكي ينظر. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن ياش فاستمعوا له ياش واش آخر وأنصت. نحن لا ننصت إلى الكون، الكون يرسل إلينا رسائل في كل مرة، منها الليل والنهار رسالة، منها الكسوف والكشوف رسالة، منها الزلازل الأعاصير في كل مرة، وخاصة حاليا في السنة الأخيرة عاصف كاترينا، تسونامي إلى غير ذلك، براكين، زلازل، هذه عبارة عن رسائل. هل فهمناها؟ لم نقرأها. هذا هو السؤال. السؤال الآخر: هل هي جاءت عن طريق الصدفة؟ لا. لماذا؟ لأن الذي يقول جاءت عن طريق الصدفة لا يفهم ميكانيزمات بناء الكرة الأرضية، فيقول جاءت عن طريق الصدفة. إذا حددنا الفضاء مفهوم بسيط، على أنه بالنسبة للإنسان الذي يقول بأنني جئت عن طريق الصدفة، هذا عبارة عن إنسان لم يستطع أن ينفذ إلى العقل الباطني، فهو يتحدث فقط ليس فقط بالعقل الظاهري، بل فقط بالقضايا التي قرأها في المدرسة وانتهى الأمر، والتي أخذ فيها الشهادة. من غير هذا لا يستطيع أن يتحرك ولا يستطيع أن يفعل. فإذا نحن، أنا ما أريد منكم وهو أنه ننفذ من المعرفة إلى ما وراء المعرفة، وهذا هو ما نسميه بهذه الفكرة المطروحة في الألفية الثالثة بالنسبة لهذه الوجود الطيبة المتطلعة لغد أفضل. لا أريدكم أن تطبقوا ما قرأتموه، طبعا تطبقون فقط من أجل الشهادة، ولكن يجب عليكم أن تنفذوا في القضايا التي قرأتموها، وخاصة في هذا المجال، مجال التعمير. مجال التعمير هو عبارة عن كون قائم بذاته، يضاهي، جعله هذا الكون يحاكي الكون الخارجي، السماء بنجومها وأقمارها وجمال الطبيعة، وهذا ما سأمر عليه مرة الكرام، واجعلوا هذا الجمال ينعكس في أعمالكم. أعطيكم خبر بسيط: مسجد روما، من زار مسجد روما أو اطلع على مسجد روما؟ من المهندس الذي قام بهندسة هذا وتوزيع الضوء فيه؟ هل تعلمون في الجزيرة حينما سألته السيدة قالت له: إننا ننظر لتوزع الأضواء بشكل لا يسبق له مثيل، ماذا حصل؟ قال لها: إنني ترجمت اللهم الصلوات والأرض. مثل نوريك مشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، والزجاجة بمعنى أنه حاول أن يحاكي هذه الآية وأسقطها ماديا على القضايا الموجودة بين يديه. فإذا لماذا لا تقومون كذلك بهذه الأشياء؟ القرآن الكريم عبارة عن مدرسة المعرفة، والسيرة النبوية عبارة عن مدرسة المهارات لتكنيك. فإذا ما تأخذونه من المعرفة، إن وجدتم صعوبة فستجدون المدرسة المحمدية التي ستساعدكم على فهم القضايا المطروحة في مدرسة المعرفة. إذا الآن سأحاول بشكل مبسط أن أضع
قراءة ما بين العالم الصغير من الذرة إلى المجرة، وأضعه على شكل تحدي، لكنني أترك لكم هذه الحكمة. أنا في كل محاضرة لدي حكمة أتركها للسامع، لكي لا لكي يترجمها حاليا، بل لكي يسمعها ويفكر فيها مستقبلا. وأقول إن نحن تركنا الآخر يستورد، إن نحن لم نفكر في وضع مدينة ذات أسس وطنية، ذات أسس سليمة تعكس الفضاء الكوني، فسيأتي من سيعطينا مخططه لكي نطبقه. صحيح أحمد، مدينة الرباط كيف هي الموزعة؟ هل تعلمون من هو المخطط؟ من هو مخطط مدينة الرباط؟ فرنسي. هل تعلمون كيف خططت مدينة الرباط؟ على كل حال أتركها لكم وأمر، أنا عبارة عن غمضات أعطيها على الطريق. فإذا سيقضي الإنسان حياته دوما في مع الشخص الذي سيفرض عليه فكره، حيث يقول له بأن هذا الكون جاء عن طريق الصدفة، وعلى أنك لا بد لك أن تتبع هذه المنهجية إلى غير ذلك. طبعا حينما في أي موضوع لابد لنا أن نطرح مجموعة من الأسئلة، ليس لي الوقت الكافي لكي أتطرق لمجموعة الأسئلة، وإنما أعطيها يعني ونحن نسير في هذه المسيرة. الكون، هذا الكون هل له مبادئ أم لا؟ التعمير، العمارة هل لها مبادئ أم لا؟ علم. إن لم ننتبه لهذه القضية فسندخل في عالم ما يسمى بعالم الصدفوية وعالم العشوائية وعالم يعني السكن الغير لائق إلى غير ذلك. عمركم شفتوا شي ناطحة سحاب موجودة فوق جبل؟ عمركم شفتوا شي ناطحة سحاب موجودة الله أعلم في منطقة يعني فيها تجارة بيع الشراء مطيشة قطع إلى غير ذلك؟ لابد أن تكون هناك فضاءات توافق، بمعنى أن هناك مبادئ لكل القضايا التي نقوم بها. إذا كان للكون مبادئ، هل يمكننا أن نطبق هذه المبادئ على أنفسنا؟ أي بمعنى أصح، هل يمكننا باعتبار أننا نحن عبارة عن عناصر لهذا الكون، هل يمكننا أن نقلد الكون؟ لا نقلد الأشخاص، بل نقلد الكون الذي خلقه رب العالمين لكي نسير وننجح في مسيرتنا التنموية. إذن طبعا هذه عبارة عن مجموعة من الأسئلة أنظر عليها مرة كثيرة، وهناك هل اللقاء كان صدفة؟ كيف فعلت به المجيء؟ ثم هناك تطور الأجنة، يعني أنتم كيف جئتم لهذه الحالة؟ هل جئتم عن طريق الصدفة؟ هل تعلمون الميكانيزمات مجيئكم إلى هذه الحياة؟ هل تعلمون بأننا كل المخلوقات يعني في النظام الرياضي لكي يكون لديك قانون صالح تقول لك لا بد لك من إثبات أنه مهما يكون العنصر فإن القانون يظل صحيحا لبناء الإنسان مهما يكون الإنسان. هو لا أسكرابي لفاتيكاتور كالكسو إن إكزيست إن لوا تلكو سيت لوا سي سوي أن ريتم بيان ديتيرمين. أنا نعطيكم القانون الذي قمت ببنائه والذي قدمته في عدة مؤتمرات حول هذه الفكرة، وهي أن الإنسان لم يأتي صدفويا وإنما جاء وفق نظام رياضي.
هذا النظام الرياضي ليس فقط خاص بالإنسان، وإنما هو عبارة عن نظام رياضي شامل. أنا ما زلني فقط الحقبة الأخيرة، وهي الحقبة من بداية الكون. بدأت الآن مؤخرا في بلورة الفكرة. ثم هذا الموقع الذي نحتله في السماء، ما هو هذا الموقع؟ هل نستطيع أن نحدد موقعنا في السماء؟ لا، نمشي بموقعنا، خذوا غير الأرض والشمس والقمر. ما هو؟ ما هي إحداثيات؟ كيسون لي روبير دو سي تخوا بلانيت أو بيان يعني لي تخوا إكسيتيرا. شنو هما الإحداثيات نتاعهم؟ كاين شي واحد يقدر يعطيها لنا؟ جميع العلماء الذين مروا في التاريخ، ما هي إحداثيات هذه النقطة الثلاثة؟ غير ثلاثة، الأرض والقمر والشمس. سميتي طبعا سيقول لي سيتعرفون عليه مستقبلا. أبدا. لماذا؟ لأن الكون في حركة. والغبار إذا قيل الآن غدا إن شاء الله غيتبدل. فلهذا الذي يدعي بأن مكة مركز الكون هذا غير صحيح. ممكن أن نناقش هذه الفكرة مستقبلا. طبعا هناك كذلك طيور مهاجرة. هذيك اللي هي ديمينها طيور. اللي كيعملوا 1500 كيلومتر. يمشي من أوروبا إلى حدود اليابان ويرجع. يمشي تما يموت وفراخو يرجعوا في نفس الطريق. شيء غريب. سومو. كيجي من أمريكا وكيجي مع المغرب وكيمشي على البحر المتوسط او ينزل على افريقيا ويمشي يولد في اسيا ويرجع من نفس الطريق، ولادو كيرجعوا من نفس الطريق. هو مات. ما تسالناش على هذا الشيء. هذا هو السؤال. هل هناك صدفه؟ هل هي عن طريق الصدفه هذه؟ فاذا وهناك اسئله اخرى من مهارات التفكير الى غير ذلك. طبعا انا أعطي نظرة بشكل عام حول نظرية التفكير كـ سي كوم إين سورت دي فونكسيون، كوم إين سورت دي كوريسبوندونس ما بين مجموعة قاعدة المعطيات إن باز دو دوني، سواء كان مجتمعان أو كانت عناصر أو كان جنينان أو في السماء، ثم القوانين. طبعا سوف لا ادخل في هذه التفاصيل، التفاصيل ممكن ان نتركها للمناقشه ان شاء الله غتكون عندكم، يعني انتم محظوظين عليا تكون عندكم مناقشه اكثر مني لان اللي غنتكلم. مثلا نعطيكم مثال حول الجانب الانسان. نحن كيف خلقنا؟ هل طريق التدرج البيولوجي فقط ام هناك قانون قبل التدرج البيولوجي؟ أنا أعطيكم شوفوا مثلا إذا أخذنا عن الجمل هذا جميلة. من هو الأجمل؟ أن أرى الشكل أم أرى المحتوى أم أرى المضمون؟ المضمون. أما الشكل يمكن أن يكون إنسان جميل من الخارج، ولكن ما شاء الله قل له افتح فمك، سد فمك باش ما تسد ودنك باش ما تسمعوش. شوفوا هذا الجمال، هذا عبارة عن جمال ينطق ويرسل رسائل للذين يتفكرون. فالذين تفكروا واشتهدوا ماذا وجدوا؟ وجدوا بأن هذه الوردة البسيطة وهي عبة الشمس تخضع لنظام الرياضي. ها هو النظام الرياضي، وهو على شكل R يساوي R إكسبونونسيال بتاتا، الذي هو عبارة عن سيكلويد. يعني عندنا جهة يمنى وجهة يسرى كما تلاحظ. ها هي جهة يمنى، جهة يمنى وجهة يسرى، وهنا يلتقيان. إذا يمشي بهذا الشكل من هذه الجهة ويدور من جهة أخرى، فعبارة عن سيكلويد، ما يسمى بسيكلويد. ربما في
في الهندسة المعمارية ربما تشتغلون على هذا النوع من يعني على هذا النمط. كذلك بالنسبة لهذه الوردة حينما نراها ما شاء الله جميلة، لكن ما هو الأجمل فيها والأكثر وهو هذا التوزع للأوراق التي تأتي في ترتيب دوران. سيعطي إذا دخلنا فيه سيعطي فكرة على أن هذه الوردة تتفتح وتكبر وهي تسبح لله، لأنها تسير في نفس اتجاه الحركة الكونية. هذا الجمال، السماء بدخانها الكوني، كيف وصل لهذا الحد؟ كيف وصلت هذه الورود؟ هذه عبارة عن ورود ذكر وأنثى. هذا الجمال كيف حصلنا على هذا؟ هذه السمكة ما أجملها. لماذا أتحدث على هذه الأشياء؟ لأن في هذا رسائل لنا. يقول لنا رب العالمين خالقها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سبحان الذي أبدع كل شيء، إن الله جليل يحب الجمال. انظروا هذا ما هو؟ هذه قاعدة برج دبي. طيب هذا البرج هل بني عن طريق الصدفة؟ لاحظوا في البداية كانت هناك عناصر، هناك الخشب وهناك الحديد الصلب وآلات من أجل البناء إلى غير ذلك، ثم رويدا رويدا. وإذا قمنا بدراسة رياضية لهذا البناء نجده أن هذا البناء يتبع ما يسمى بالاستاتيستيك أوردوني. C'est un modèle qui est très très compliqué. ويحتاج إلى كثير من الوقت لكي نشرحه. إذن لابد لنا أن نطرح السؤال من أين أتينا؟ لا نحن ولا الكون. ولماذا أتينا؟ وأين المصير؟ لاحظوا هذه معجزة. كل إنسان في داخل نواة الخلية فيه ما يسمى بالأدين، وهي التي تتحكم في طول الإنسان، نوع البشرة، لون العينين، هي التي تعطي الأخبار. شوفوا المعجزة الكبرى، أربعة أحرف توضع في توافقات، c'est-à-dire une sorte d'une combinaison linéaire entre quatre alphabets appelés des acides aminés. L'adénine, thymine, guanine, cytosine. ودائما لدينا الأدينين مع التيمين، ما يمكنش يمشي الأدينين جوانين. أربعة أحرف شكل يعني الحق سبحانه وتعالى شكل منها كل هذه المخلوقات التي خرجت للوجود. أليس هذه معجزة؟ هل هناك صدفة؟ فإذا هذا هو على اليسار كما تلاحظون، هذه الأدينين تيمين. إذا كان سيتوزين يكون معه غوانين سيتوزين تيمين أدينين. إذا أخذنا هذا المقطع سيعطينا بروتين. طبعا هذا المقطع قد يكون مشكل من 10 حوامل أمينية، وقد يكون مشكل من 100، وقد يكون مشكل من 500 إلى غير ذلك. هل جاءت عن طريق الصدفة؟ أنا أعطيكم القانون الذي يوضح هذه الصدفة. ماذا تعطينا؟ لنفرض بأن مثلا هذه عبارة عن يعني طريقة احتمالية، يعني احتمال بروتين مشكل من 15 حامل أمين.
C'est-à-dire, nous voulons bien calculer la probabilité d'avoir de l'obtention d'une protéine constituée de 15 acides aminés. ماذا يساوي؟ يساوي 1 على 20 أس 15. يعني 20 مضروب في نفسه 15 مرة. فإذا كان البروتين يحتاج إلى 100 أسيد أمينين، ماذا سنحصل؟ سنحصل على هذا العدد حتى من ناحية ديال الكلام ما كنقدر شيء. شحال هنايا كاين؟ 1000 مليون مليار 7888 مليون و 680702 مضروبة في 1 على في 1 10 يعني على 10 أس 131 يعني 10 مضروبة في نفسها 132. قلت ما هي المدة الزمنية الكافية من أجل الحصول على بروتين واحد لجسم الإنسان إذا جاء عن طريق الصدفة؟ يا أهل الصدفة، ماذا نحصل؟ ماذا يحصل ماذا نستنتج إذا كان هناك بروتين واحد، في حين أن جسم الإنسان مشكل من عدة بروتينات؟ لاحظوا هنا، أعطيكم، أنا قمت بوضع قانون يحسب المدة الزمنية للحصول على بروتين مشكل من 100 حامل نووي. انطلقت فيها من ماذا؟ انطلقت فيها من أقصى سرعة. ما هي هذه السرعة؟ وهي سرعة قال عفريت قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. حسبت هذه شحال في أي مدة زمنية؟ شفت أنه واحد على 3,566 ألف سكوند واحد من فإذا قمنا بحساب المدة الزمنية للحصول على بروتين واحد في جسم الإنسان واحد، هناك عدة بروتينات فقط، فإن المدة الزمنية يلزمنا من المدة الزمنية عبارة عن 3,501,461 مضروبة في 10 على بيسونس 125. إذا ترجمت هذا وقلت هو أمور الكون كله عبارة عن آخر ما توصل إليه العلم الحديث، كيقول لك عمر الكون يعني رجع لينا هو 20 مليار، دابا وصلوا حتى 20 مليار، آخر شيء ضوئيا يعني 20 مليار. فشوفوا هذا شحال مرة خص العمر ديال الكون باش نقدروا نوصلوا لهذيك الإكسبونونسيال دي سان بويسونس الإكسبونونسيال 125. شايفين معنى هذا؟ على أنه لا يمكننا أن نعتمد على الاحتمال من أجل الحصول على خلق من فورة. إذا كان خلق فورة ممكن إن شاء الله نعاودها، ولكن ما تعاودش على حسب وقتي. وأخيرا لأن في كاين كثير كاين سؤال ما هي مبادئ الكون؟ غنخليها الأسئلة لأن تقريبا بديت كان نوصل للوقت نتاعي. اش من نقول الأستاذ كريم يسمح لي صح. إذا هنا لاحظوا هذه البداية، كيف خلقنا؟ بداية طبعا الأب يعطي الحيوان المنوي والأم تعطي البويضة، فيقع عملية ما يسمى بعملية الإحصاء. لاحظوا هنا بويضة فيها جوج ديال الحوايج، هادو دو سيلين دو نويو، نويو مال ونويو فمال، هذه التي تسمى بنطفة أمشاج، يعني النطفة المختلطة ميلونج. ماذا يحصل؟ تنقسم إلى قسمين، شوفوا العبقرية، ثم إلى 4، ثم إلى 8، ثم إلى 16، ثم إلى 30، إلى غير ذلك، ثم تعطينا، شوفوا هذه القضية هذه، ماذا تعطينا من الناحية الرياضية؟ وأنهي كلامي خلاص، هذا أخذنا إن شاء الله.
إذا في البداية كان عندنا واحد. إذا في البداية كانت عندنا واحد. طيب كانت عندنا واحد. من بعد تقسمت عطتنا اثنين. من بعد تقسمت عطتنا أربعة. من بعد عطتنا ثمانية. من بعد 16 32 64 تقريبا. نقول هذا كل كسوان اللي يدو في البسطرة سموها هذا. إذا خصنا نعرفوا هذا هو من بعده شو غادي نعملوا؟ شوفوا هنا عندنا أعداد زوجية دايما مخبار ولكن هنا الواحد غير زوجي هذا غير زوجي غادي نعملوا صفوف دو لا بويسونس زيرو ياك؟ ثم تبارك الله هكا تبنيو هنا اثنين أس واحد اثنين أس اثنين اثنين أس ثلاثة من بعد اثنين أس ماذا؟ ثنين هذا سكو نابيل لو تيرم جينيرال لو تيرم جينيرال Et on constate que la suite, dans la règle, elle nous a envoyé, elle nous a envoyé, elle nous a envoyé. Est-ce que ça sera Tinin? Elle a dit qu'elle 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 a قضايا تعلمناها في الإعداد والثانوي هنا متواليات إلى غير ولكن هناك قضايا جد متقدمة وآخرها وهي ما يعرف بالداتا مايننج الداتا مايننج أبدأوها من ألفها إلى يائها باللغة العربية لماذا؟ لأن أصلها لغة عربية أصلها لغة عربية فإذا كما نقول معنى هذا على ان يو زيرو يساوي كذا اي واحد انا نسميها اي واحد كما حبيت التسميه ماشي مشكل اي اثنين الى غيره ماذا نلاحظ اذا اخذنا الان قلنا الحد العام هو هذا اذا يجب علينا ان نقوم ببناء المتوالي ما هو النظام حتى يمكننا ان نرسمه هنا سيتي سويت سيتادير اون فونكسيون بمعنى عباره كلمة دالة إذا نلاحظ بأن إذا أخذت الحد الأول والحد الثاني غادي يكون كيساوي واحد زائد اثنين ماذا يساوي؟ ثلاثة الله يجزيك بخير يوم تمرت على فرصة اللي في الحساب يعني من بعد اثنين زائد ثلاثة ماذا يساوي؟ يساوي اثنين زائد أربعة يعطينا ستة أليس كذلك؟ كتشوفوا هاد الشيء؟ من بعد أربعة خمسة زائد أربعة قلبت أنا الموضوع علاش؟ لأن هل يمكن أن نقلب ولا ما يمكنش؟ علاش؟ لأن سيتي لوا كوميتاتيف عملية تبادلية فنقول اثنين زائد اي واحد ولا اي واحد زائد اثنين لا صح ولا لا؟ نفس الشيء خمسة إذا خمسة فين هنا؟ فين خمسة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة لا أربعة إذا هي شحال غادي تعطيني؟ زائد 16 16 زائد أربعة زائد ثمانية ماذا يساوي؟ 14 أنا أحاول أن أقوم ببناء الدالة ماذا أفعل؟ الآن إي واحد زائد اثنين يساوي ثلاثة باعتبار أن لدي الحد العام على الشكل اثنين أس كذا غادي نعمل له ثلاثة في واحد يمكن ولا لا؟ ثلاثة في واحد يساوي ثلاثة
يمكن بدل هذه يساوي 3 في 2 الصفر. يمكن ولا لا؟ إذا كان في خطأ قولوا لي. إحنا كانت نقشة. تعالوا لنا. من بعد؟ إي 3 زائد إي 2 ماذا يساوي؟ قلنا 6. 6 يمكن أن أكتبها بالشكل 3 في 2 أس 1. تعالوا لنا. إي 4 زائد إي 3 ماذا يساوي؟ ماذا يساوي؟ بوضع القانون العام U دو N زائد واحد زائد U دو N يعني أننا فرق بينهم واحد ماذا يساوي؟ كلهم ثلاثة إذا ثلاثة في اثنين اثنين أس ماذا؟ R موزن R موزن هنا اثنين هنا ثلاثة R موزن هنا واحد هنا اثنين هنا صفر هنا واحد إذا ماذا يساوي هنا؟ ياش؟ المنظم. هذا هو القانون العام لكل واحد فيهم. قلتوا كتبعوا قانون رياضي خلقتم بقانون رياضي. شوفوا كم من عملية لكي نصل لهذا. ونحن لا نشعر. بمعنى أن كل واحد فينا غدا او بعد غد ما يقولش انا جيت عن طريق الصدفه، ما كاينش صدفه، انا جئت وفق قانون الهي يسير لان الذي خلق هذا هو الله سبحانه وتعالى جعله يمشي بهذا الشكل. الان السؤال مطروح، هل يمكننا ان نعمم هذا على الكون؟ هذا هو السؤال اتركه لكم. وأتوقف عند هذا الحد. وجزاكم الله خيرا.